بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء وأستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا، وحيا الله الإخوة والأخوات، أسأل الله يكون لقاء منافع مبارك. آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. بسام سأل عن حكم نسبة الثياب من غير خيلاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسنة ظاهرة في أن ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وقمصه كانت لا إسبال فيها، فقد حذر من ذلك ونهى عنه، وهو أولى الناس بالعمل بذلك. ففي السنن من حديث أبي جري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والإسبال فإنه من المخيلة. وهذا تحذير وتنفير من الإسبال، وهو إرخاء الثوب عن الكعبين، وقد بيّن ذلك فيما رواه في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا بيّن حد الإسبال الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وقد توعد عليه بالنار في هذا الحديث. وجاء في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلاء. وهذا يدل على أن جر الإزار خيلاء من كبائر الذنوب، وقد رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينظر إليه، ومن لا ينظر الله إليه فهو عرضة لكل آفة ومحل لكل عقوبة. وهذا من دلائل أن الإسبال بهذه الحال من الكبائر. وأما حديث أبي هريرة الذي فيه الإطلاق ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فهذا بعض أهل العلم أجرى فيه قاعدة حمل المطلق على المقيد، وهذا مذهب الجمهور. فقالوا إن الإطلاق في حديث أبي هريرة مقيد بما في حديث ابن عمر من تقييد جر الإزار خيلاء، فالعقوبة في قوله ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار محمول على ما في حديث ابن عمر من أنه قال: من جر إزاره، إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلاء، أو من جر إزاره خيلاء فإن الله لا ينظر إليه. ولهذا ذهب الجمهور وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه في مثل هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى الإطلاق على لأنهما مختلفان في العقوبة، وإن كان قد اختلف اتحد في السبب، فالسبب هو جر الإزار والعقوبة مختلفة. والحقيقة أن السبب ليس متحدا، بل السبب مختلف. فهنا جر إزار بدون خيلاء موجب للنار على قولها على هذا القول الثاني، وجر الإزار بالخيلاء موجب لأن الله تعالى لا ينظر إلى العبد، وعدم نظر الله عز وجل إلى العبد أشد عقوبة من كونه في النار. هذا ما يتعلق بهذين الحديثين ومواقف العلماء منهما من أهل العلم، من حمل الإجمال الإطلاق على المطلق على المقيد، فقالوا إن المنهي عنه هو جر الإزار خيلاء، وهو المتوعد عليه بالعقوبة، وهو من كبائر الذنوب. أما من جر إزاره من غير خيلاء فإنه لا يتهدد هذا العذاب، وإنما هو ممن وقع في مكروه لعموم نهيه في قول إياك والإسبال فإنه من المخيلة. هذه طرائق العلماء في هذه المسألة، والله أعلم. أم فداء من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أم فداء. الله يحييك، كيف حالك يا شيخ خالد؟ مرحبا، اهلا وسهلا، بارك فيك، الله يحفظك من كل شر يا رب. تفضلي يا اختي. عندي ثلاث اسئله، الله يبارك فيك. السؤال الاول ما هي علامات اخلاص العباده لله، سواء كانت قيام الليل بالخلوات او غيرها في قراءه القران عند البكاء؟ طيب. مثلا ايه او كذا. سؤال ثاني، هل يكون البكاء في هذه مثلا في هذه الاوقات في من النفاق او الرياء؟ انا سمعت مقطع للشيخ انه النفاق أشد من الرياء في هذه الحالات، أبغى أعرف العلامات. طيب. صراحة الواحد يعني يخاف على نفسه. سؤال ثاني. السؤال الثاني عند ترديد الأذان، أذان مثلا إذا سمعت أذان أردد الأذان اللي يخص مثلا عندي مثلا في ذاك القرآن في أذان الرياض أردد معه
مثلا أذان مكة، أنا في مكة طبعا، أردد معه في التلفزيون مثلا في قناة في مصر، أذان في مصر أردد معه، أو يكفي إني أردد أذان واحد اللي هو في منطقتي. طيب السؤال الثالث، الله يبارك فيك، في شخص يعمل في منطقة تبعد عن مدينة بمئة كيلو، يصلي الفجر في بيته ويطلع على مش على عمل، طبعا عمله بعيد جدا، يوصل تقريبا على الساعة 11 تقريبا الصباح، هل يجوز انه يصلي الظهر والعصر قصر وجمع؟ لانه هو يعني يطلع من بيت يا ام فداء، يطلع من بيته هو بعد الفجر، بعد صلاة الفجر يوصل الساعة 11 الصباح تقريبا 11 10. طيب هذه من 100 كيلو، هذه ممكن 500 600 كيلو. والله هذا كلامه، يعني هذا شخص يعني ارسل لي رسالة يقول هو يبعد. طيب عموما يعني 100 لانه هو في صحراء، هو في منطقة بعيدة، معناها اكثر من 100 كيلو ما دام يعني يستغرق هذا الوقت الطويل. سؤالك يعني هل يجوز له الجمع والقصر كذا؟ اي الجمع والقصر بالنسبه للظهر والعصر، لانه هو على المغرب يرجع بيته. طيب تسمعين الجواب ان شاء الله. ما في جمعه ولا في جماعات، ما في يعني ما في مساجد. ابشري تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. ابو مشاري من السعوديه، تفضل يا ابو مشاري. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله اخي الكريم. كيف حالكم؟ السلام عليكم. يا اهلا وسهلا، تفضل. سؤالي صار عمرك عندي 3 أراضي. والثلاث أراضي هذه كنت ناوي بإذن الله يعني بعد التقاعد إني يعني أشتري بها منزل، يعني أبيعها وأشتري بها منزل. تبيعها وتشتري بها منزل بدل عنها؟ نعم، منزل أو سيارة، يعني اللي بعد التقاعد ما عندي إلا هي، يعني ناوي أشتري بها سكن وسيارة وما إلى ذلك. نعم. وبعدين جددت نيتي بأنه مثلا اثنتين منها أبغى لو أمكن وكان سعرها جيد إني أبيعها وأعمل عمارة مثلا شقة للأجار. طيب. وتبقى واحدة من هي لشراء البيت أو شقة يعني بعد التقاعد. طيب. سؤالي طبعا الثلاث الأراضي كلها خارج العمران، اثنتين منها، واحدة منها في حدود الحرم المكي ولكن ما فيها كهرباء. ما دخل الأرض هذه كهرباء. طيب يعني أنت سؤالك هل عليها زكاة؟ نعم، سؤالي الزكاة. طيب. عن هذه الأراضي. والسؤال الآخر لو سمحت، تقييم الأرض، تقييم الزكاة للأرض، خصوصا أنه الآن غير لا يقبل عليها عرض، يعني ما في أحد يسومها، كلها ثلاث أراضي ما عليها سوم الآن. طيب. في حالة أنه فيها زكاة يعني. بقي شيء يا أبو مشاري. جزاك الله خير. يا أهلا وسهلا، حياك الله الكريم. آدم من السودان، تفضل يا آدم. هلا. تفضل يا آدم. ألو. آدم تفضل. آدم سؤالك. ألو. يبدو آدم ما يسمعنا، عنده متصل آخر ولا نبدأ؟ طيب. طيب أم فداء سألت عن علامات الإخلاص. طيب أم علاء من الجزائر، تفضل يا أم علاء. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام، حياك الله أختي، تفضلي. عندي أسئلة لو سمحت. تفضلي. الأول، كيف يستطيع الإنسان التخلص من الغيبة مع كثرة المشاكل؟ المشاكل في العائلة تكثر الغيبة. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، متى يكون القرآن حجة على الإنسان ومتى يكون حجة له؟ طيب السؤال بقي شيء. ما حكم قراءة سورة الملك والسجدة كل ليلة، وهل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب بقي شيء. أخي سؤال أخير. تفضل. في الحيض عندما أحب في رمضان زين دائما أزيد يوم زيادة عن الأيام التي أحضها، هل ذلك يعتبر بتاع؟ يعني أنت تزيدين يوم في القضاء يعني تقصدين؟ أزيد يوم في القضاء عندما أقضي دائما أزيد يوم. يعني ليش تزيدين يوم؟ يعني احتياط؟ لما أصوم. إيه يعني أنت 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 عليك أنت عليك قضاء مثلا 6 أيام. إيه نعم، علي قضاء مثلا 4 أيام في رمضان. طيب. عندما أقضي دائما أزيد 5 أيام. ليش تزيدين 5 أيام؟ لماذا؟ القدرة والصفرة المتصلة بالحيض دائما يعني تطول معي. تسمعين الجواب إن شاء الله يا أم علاء، حياك الله أختي. نزار من العراق، تفضل. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي كريم. حياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ خالد، كيف حالكم؟ حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا. تفضل. سيدي الفاضل، لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. سيد الفاضل، في أي حالات يكون القاتل والمقتول في النار؟ السؤال الثاني شيخي، نحن نعلم بأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستجاب الدعوة، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم رغم فقرهم ومرضهم وحالتهم الشديدة كان لا يسألون النبي الدعاء، فما الحكمة أنه كان لا يسألون النبي أن يدعو لهم، بينما هناك أحاديث قليلة عن الذين دعوا طلبوا من النبي الجنة أو الدعاء. السؤال الثالث الشيخي، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة، فهل نرى الذين ظلمونا وتركونا ودمروا ديارنا في نار جهنم لكي تقر عيوننا في الجنة على ما آذونا في هذا الحر الشديد سيدي؟ ومداخل شيخ خالد حفظك الله، كنت في السابق أتصل بك لتجاوب على بعض الأسئلة التي كنت أسألها، وأنا في مدينة ليس فيها طلاب علم وعلمهم متواضع جدا، فحفظك الله يا شيخ خالد، لو اتصلت بك جاوب على مكالمتي فإنني بحاجة شديدة لك ولعلمك. وجزاك الله خير. الشيخ ما راح يقصر. أبشر. يعني أنا يمكن الشيخ لو أجاب عن نفسه قد يكون محرج، لكن أنا يعني الشيخ جزاه الله خير، يعني يبذل وقته يعني بدون أي استثناء، لكن يمكن قد يكون الوقت اتصلت فيه يكون الشيخ منشغل، لكن بحكم تجربتي وتجربة غيري الشيخ جزاه الله خير يعني بذل وقته ورقمه وكل ما لنفع الناس. عندك اتصالات أبو محمد من الجزائر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله يا أبو محمد. عندي سؤال بارك الله فيك. تفضل تفضل. ما هو المقدار المحدد الذي يخرج المسلم في صلاته على قبلة؟ بعض أهل العلم حتى يدوس 45 درجة. طيب، هل هذا صحيح؟ طيب، السؤال آخر. ما في سؤال بارك الله. طيب حياك الله يا أبا محمد، سلام. طيب محمد من السودان، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا محمد. كيف الحال؟ الله يحييك، تفضل. عندنا سؤالين. تفضل بس محمد، الله يعطيك العافية، أغلق التلفزيون، اسمعنا من الهاتف. اسمعنا من الهاتف يا محمد وليس من التلفزيون. وفي طفل، ألو يا محمد أغلق التلفزيون بهذه الطريقة لن نفهم عليك، ما راح نفهم سؤالك بهذه الطريقة. توفي طفل من غير صلاة. طيب ألو، دفن من غير صلاة. طيب عندنا سؤالين. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا محمد. أقول لك عندنا طفل عمره 3 سنوات. طيب. ودفن من غير يصلى عليه. طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني صلاة الجنازة، صلاة الجنازة. طيب. طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا محمد. حياك الله يا كريم. طيب نبدأ على بركة الله. أول حين بدأنا أصلاً، أختنا أم فداء سألت سؤال آخر، وهو الآن قد تسمع الأذان في حيها وتسمعها من الحرم وتسمعها مثلاً من مباشر من دولة أخرى عبر القنوات الفضائية، هل تردد مع كل أذان أم مع الأذان فقط الذي في منطقتها؟
فيما يتعلق بإجابة المؤذن، إجابة المؤذن من السنن التي رتب الله عز وجل، التي رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا عظيما وفضلا كبيرا، فجاء في فضلها أن من أجاب من قال مثل ما قال المؤذن ثم قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، وهذا في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. وهذا يدل على عظيم فضل الأذان وكلماته، وأنها كلمات عظيمة يزداد بها الإيمان ويصلح بها الحال وتعظم بها الأجور. فينبغي المؤمن أن يحرص على إجابة المؤذن، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا يدل على أن إجابة المؤذن مؤكدة، وقد قال بعض أهل العلم بوجوبها، لكن صواب أنها سنة مؤكدة، وهذا محل إجماع أن إجابة المؤذن مما يندب إليه، وأنه ينبغي أن لا يفرط فيه الإنسان. وأنا أقول هذا لأننا نشهد من أنفسنا وكثير من الناس أنهم يؤذن المؤذن وهم في مجالسهم يتحدثون، أو حتى في فراغهم في خلوات فارغون ولا يجيبون المؤذن، وبهذا يفوتهم فضل عظيم وأجر كبير بهذه الإجابة. أما ما يتعلق بماذا تتحقق إجابة المؤذن المندوب إليها، يتحقق ذلك بأن يقول مثل ما يقول المؤذن. والمقصود بالمؤذن المؤذن الذي ينادي للصلاة في البلد الذي هو فيه، فإذا كان في مكة فإجابة المؤذن هو في إجابة من يدعو إلى صلاة يدعى إليها، وهو الصلاة التي تقام في البلد بعد دخول وقتها. أما إذا كانت الصلاة في وقت، أما إذا كان الأذان لصلاة لا يدعى إليها، كان يؤذن مثلا أذان الرياض وهم في مكة، فهنا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإجابة هي من الذكر العام، لكن لا تترتب عليها الفضائل فيما يبدو والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأن هذا النداء لا يدعى إليه، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون بل إن إجابة المؤذن مطلقة، فتشمل كل أذان يسمع الإنسان، سواء دعية إلى الصلاة دعية إلى الصلاة به أو لم يدعى. وهذا يشهد له أن الإنسان إذا صلى وسمع مؤذن يؤذن إما لصلاة مجموعة قد صلاها أو لصلاة أخر أصحابها الأذان حتى تقام، فهذا يدخل في العموم، فيقال إن هذا من إجابة المؤذن، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولو تكرر ذلك بأذان أكثر من مؤذن، كما لو أذن في البلد أكثر من مؤذن كما هو الحال الآن، تسمع أذان المسجد الذي هنا والذي هناك، فإجابة هؤلاء كلهم مما يحصل به الفضل. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الفضيلة مؤكدة في حق الأذان الذي يدعى فيه الإنسان إلى الصلاة، ما كان من الأذان في وقته ولكن الإنسان لا يدعى إليه، بمعنى أن يكون أنه قد جمعت الصلاة أو جمع وقد جمع تقديم مثلا وأذن مؤذن، أو أقيمت جماعة وأذن مؤذن، فإنه يشرع إجابة الأذان في هذه الحال للعموم. إذا كان هذا أذان في غير وقته، كما لو أذن في الرياض وهم في مكة على سبيل المثال متقدم، ففي هذه الحال لو أجاب فهذا من الذكر العام، لكن فيما يظهر أنه لا تترتب عليه الفضائل المذكورة في الأحاديث والله أعلم. سؤالها في الحقيقة أول تجاوزناه، علامات إخلاص العبادة لله. إخلاص العبادة لله هي أن يقصد بعمله الله عز وجل لا يقصد به سواه، هذا هو إخلاص العمل لله، أن لا يقصد مع العمل شيئا آخر مما يقصده الناس في أعمالهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حد الإخلاص إن الله لا يقبله من العمل إلا ما كان خالصا. والخالص ما هو؟ هو الذي نقي وأزيل عنه كل عالق وكل قصد غير قصد الله عز وجل وغير إرادة وجهه. ولذلك ما كان خالصا وابتغي به وجهه، أي لم يقصد به غيره، لم يرد به سواه،
لم يعمل الإنسان لتحصيل مصلحة ولا منفعة ولا مكسب من المكاسب القريبة، ولا يريد بذلك مدحا ولا ثناء ولا دفع مذمة ولا منقصة، بل يريد بهذا العمل ما عند الله لا يريد سواه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا هذا هذا سمو وعلو وتحرر من كل علقة من علق الأرض وعلقة من علق المقاصد الدنيئة، لأن كل المقاصد الأخرى تهبط بالإنسان، ومن ما يسمو به أن يعلق قلبه برب الأرض والسماء. فمن وضع قصده عند الله وكان أمله فيه فإنه يدرك أجرا عظيما وفضلا كبيرا، وكل ما يؤمله من مقاصد أخرى تأتي تباعا. وهذه قضية تغفل عنها كثير من النفوس وتذهب عنها كثير من الأذهان، وهو أنه الآن أنت أحيانا تقصد بعملك مصلحة دنيوية أو شيء من أمر الدنيا، كالذي يقصد مثلا ثناء الناس. نقول يا أخي اقصد ما عند الله وسيأتيك ثناء الناس، فإنه من رضي الله تعالى عنه أرضى عنه الناس ودفع عنه كل مذمة ومنقصة. لكن ثق تماما إنما أنك عندما تقصد بعملك الناس فإنك لن تنال ما عند الله. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ومن تركه الله فلا قائمة له، من تركه الله لا نجاح ولا فلاح ولا سعادة ولا أي نوع من أنواع البركة في عمله، بل لا يدرك مصلحة لا في دنيا ولا في آخرة. ولذلك ينبغي لنا أن نعرف أن المستفيد من الإخلاص هو المخلص، يستفيد بذلك أجرا وفضلا، يستفيد بذلك وقاية وصرفا للسوء والشر وتوفيقا للبر والخير، فإن من أخلصه الله خلص من كل سوء ورديء. جميل. أم فداء سألت تقول: شخص يعمل في منطقة تبعد عن بيته أكثر من 100 كيلو، هل يجوز له الجمع وقصر؟ هذا يظهر أنه سفر، وبالتالي فله أن يجمع ويقصر. الجمع جائز من غير حاجة وسنة إذا احتاج، وأما القصر فهو سنة إذا لم يكن إماما ولم يصلي منفردا. أبو مشاري من السعودية يقول: لديه 3 أراضي، وكانت نيته حين اشتراها أن يبيعها ثم بعد فترة ثم يشتري بها منزل وسيارة إلى آخره. الآن تغيرت النية نوعا ما، يبيع بعضها جزء منها مثلا ويبني بها عمارة، وأخرى يشتري بها بيت. فهل يتأثر موضوع الزكاة بهذه النية؟ الزكاة إنما تجب فيما اقتناه الإنسان من مال فرض الله تعالى في الزكاة في جنسه، وما كان من الأموال ليس من الأموال الزكوية فهذا تجب الزكاة فيه إذا كان عرضا من عروض التجارة. أما إذا لم يكن عرضا من عروض التجارة، يعني لا يقصد به التجارة، لم يملكه للاتجار، فإنه لا زكاة فيه. وهذا الذي قال: أنا اشتريت هذا العقار لأجل أن أعمره بعد فترة، أو لأجل أن أبيعه وأشتري أرضا تناسب للسكنة، أو ما أدري ماذا أصنع به، ليس لي نية واضحة في العمل به، فهذا لم يقم فيه سبب من أسباب الزكاة. ليست الأراضي والعقارات مما تجب الزكاة في عينها، جنس المال لا تجب فيه الزكاة، ليس من الأموال الزكوية، لكن إن أريد به التجارة كان من عروض التجارة، وهذا ليس منها، لأنه لا يقصد بذلك التجارة، إنما يقصد الاقتناء. وكل مال يقتنيه الإنسان لمصلحته ولو كان كثيرا فإنه لا زكاة فيه، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ولو كان شيء كثير زكاة، إنما الصدقة فيما بينه الله عز وجل ورسوله. يعني بمعنى أنه لأنه السؤال الثاني مرتبط بهذا الموضوع في موضوع التقييم الزكاة، لكن هو الآن ليس عليه زكاة بناء على سؤاله هذا. لكن لو أردنا أن نأخذها كفائدة عامة لمن تجب عليه الزكاة في أراضيه، كيف يقيم هذه الأرض ويخرج زكاتها إذا كان المال للتجارة، سواء كان عقارا أو تجارة طبعاً متاعا أو ما كان من الأموال التي هي عروض تجارة، كيف يزكيها؟ يزكيها إذا جاء يوم زكاة ماله فينظر ما الذي عنده من نقد وما الذي عنده من عروض للتجارة. جميل. فيقيم عروض التجارة بسعر اليوم،
فإذا كان بسعر اليوم أراضي سعر اليوم فيها مليون يزكي مليون ما قدره مليون 25 زكاته 25 ألف. إن كان ما عنده لا يبلغ نصابا فلا تجب فيه الزكاة. أختنا أم علاء تقول إذا كان إنسان يعيش في مجتمع في وسط في مشاكل أسرية وإلى آخره، كيف يتخلص من الوقوع من الغيبة؟ هذا امتحان وابتلاء. عندما يكون إنسان في بيئة تسهل المعصية وتقرب وقوع الشر فيكون الابتلاء بذلك عظيما، يكون الابتلاء بذلك عظيما يستوجب حجزا للنفس ومنعا. كيف؟ بتقوى الله، يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إن كل نفس لما عليها حافظ. كل هذه الآيات تزجر النفس عن أن يطلق الإنسان لسانه في أعراض الناس. وقد جاء في التحذير من الغيبة أحاديث كثيرة، يكفي ما في ذلك ما وصف الله تعالى به حال المغتابين من قبيح الصنيع: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، ثم قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. ضرب لذلك مثلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، لو قدم لك أزكى ما تشتهي من اللحم وقيل إنه ميتة لنفرت نفسك منه ولم تأكل. فكيف إذا كان هذا الذي قدم لك أخوك بصورته، الشخص الذي تتكلم فيه من أب أو أخ أو عم أو قريب أو صديق أو جار أو من سائر الناس قدم لك، أتطيب نفسك بأكله؟ الجواب لا، لا تطيب نفسك، بل تشمئز وتنفر، أنت أصلا تكره مجالسته فضلا عن أن تأكل من لحمه وهو ميت. فبالتالي نصيحتي لنفسي وإخواني أن نكف أنفسنا عن أعراض الناس. أعراض الناس أمرها خطير، كل المسلم على المسلم حرام، وكونه ظلمك أو اعتدى عليك هذا لا يعطيك شيك مفتوح بالحديث دون حسيب ولا رقيب، بل المفلس يوم القيامة من يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. اثنان مما يتعلق بأسباب الإفلاس يوم القيامة في الأمثلة المضروبة تتعلق بالأعراض: سب شتم هذا وقذف مال هذا، ثم ما بقي مما يتعلق بحرمة المال وحرمة الدماء. فينبغي للمؤمن أن يحتاط لنفسه وأن يعرف أن هذا الكلام لا يزيده، قد يفنفس به عن نفسه لكن لا يزيده من الله إلا بعده ولا يزيده إلا سوءا وشرا. أنا أقول لا تهدي، إذا كنت غضبان من شخص فلا تهديه أطيب ما تملك، أطيب ما تملك حسناتك، أطيب ما تملك هو الحسنات، فلا تهديه ما تملك من الحسنات، بل وكل الله فيه وقل حسبي الله ونعم الوكيل وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، سيفصل الله بينكم وإن كان لك حق فسيطيب الله نفسك، فهو يقضي للشاة الجلحة من الشاة القرناء والشياه ليسوا من أهل التكليف لكن من تمام العدل، أنه يقضي للشاة المظلومة من الشاة الظالمة التي نطحتها. فكيف ببني آدم؟ لا شك أن الأمر يعني تشفى به الصدور يوم القيامة ولا يضيع عند الله تعالى شيء. إن تكو حبة أنت يا بني إنها إن تكو مثقال حبة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. جميل. إن الله لطيف خبير، ما يضيع شيء. فلذلك احفظ لسانك، أنا أقول تحتاج إلى قوة، هنا يبرز اليقين والإيمان والاستحضار للوقوف بين يدي الجبار جل في علاه. احفظ لسانك ولا حتى لو ندت منك كلمة اكظم على لسانك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، لما دله على مكارم البر وأنواع البر وصنوف الخير وما يقربه إلى الله ويدخله الجنة، قال: كف، ألا أدلك على ملاك ذلك؟ قال: كف عليك هذا. وأبو بكر وهو السيد في هذه الأمة الصديق رضي الله تعالى عنه يمسك لسانه يقول: هذا الذي أوردني المهالك. فينبغي الإنسان أن يستحضر هذه المعاني، وإذا استحضر ذلك وأيضا يديم النظر، يعني كثرة المغتابين لا تجعل الغيبة حلال. يعني لو كثر الزنات أيكون هذا مسوغا للوقوع في الزنا؟ ما ينفع كثرة المتورطين في السوء
ولا في الدنيا ولا في الآخرة. لا في الدنيا الله تعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. وأما في الآخرة فلا ينفع كثرة المغتابين وأنهم يعذبون يوم القيامة، بل الله عز وجل يقول ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم أنكم في العذاب مشتركون. ما ينفع يوم القيامة إنه الناس اشتركوا في العذاب، بل كل نفس ترى من العذاب أنها منفردة فيه ولو كانت أهون أهل النار عذابا. ولهذا خزي الآخرة أعظم من خزي الدنيا. بعض الناس وده بس ستر في الدنيا يقول في الآخرة يحلها حلال، يقول مثل ما قال النبي في 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 المتلاعنين، وهي فضيحة تتعلق بالسمعة وعقوبة تتعلق بإقامة الحد. ثنتا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وأقول تعب الدنيا بتحمل كظم الغيظ وكف اللسان أهون من أن تنفس عن نفسك كذلك وتلقى عذابا في الآخرة. جزاك الله خير. أم علاء سألت أيضا تقول متى يكون القرآن حجة لنا لا علينا؟ القرآن حجة لنا إذا آمنا بما فيه من الأخبار وصدقنا ما فيه من القصص وعملنا بما فيه من الأحكام وعظمناه ودفعنا عنه، عند ذلك هو حجة لنا. فبقدر تقصيرنا في الإيمان به والعمل به بقدر ما يكون حجة علينا. جميل. سؤالها الثالث تقول بالنسبة لسورة السجدة والملك هل ثبت قراءتهما كل ليلة؟ هو جاء الفضيلة قراءة الملك وأنها منجية وأنها مانعة من عذاب القبر، ولكن أن يكون ذلك كل ليلة ليس إنما هي فضيلة من قرأها في ليلة، فهو ندب لقراءتها في 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 ليلة. لكن هل ثبت ذلك فعلا من فعله؟ ما أعلم أن النبي كان يقرأ ذلك. والسجدة قد جاء فيها نظير ذلك من أنه كان يقرأ السجدة في ليلة صلى الله عليه وسلم. أم علاء إذا أرادت أن تقضي ما عليها من أيام في رمضان بعد رمضان تزيد يوم، يعني مثلا إذا عليها أربعة أيام تزيد يوم خامس من باب الاحتياط، ما حكم ذلك؟ الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فيجب عليها أن تصوم ما تيقنت ثبوته في ذمتها، ما تيقنت ثبوته في ذمتها، أما ما زاد فلا يجب عليها. وإذا أرادت أن تصوم نفل هذا يرجع لها، لكن أنا أخشى أن هذا يفتح عليها باب الوساوس. هي تقول كدرة وما كدرة، الكدرة وما والصفرة إذا كنت تعدينها حيث فحسبيها وانتهت المسألة. لا تقول إن أربع أيام ويوم احتياط، لا، الكدرة إذا كانت معدودة من الحيض فهي حيض فتعد من أيام الحيض وتقضى، وإن كنت لا ترين أنها حيض فلا تحسبيها. نزار العراق يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في القاتل المقتول في النار، يعني متى تكون هذه الحالة يعني متحققة مثلا في واقع معين؟ تكون متحققة إذا كان القتال محرما، بأن يكون كل واحد منهما ظالما في قتاله لأخيه. ومن أبرز أمثلة ذلك القتال في الفتن، كالقتال على الملك والقتال على العصبيات والمنازعات التي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذه تندرج في هذا الحديث. أما من قاتل دفاعا عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه فهذا فيه الحديث في الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد، فهذا قتال بحق. ثم إن القتال ثم تفرق آخر، أن في حديث أبي بكر من إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريص نية وفعلا. لماذا؟ لأنه نوى وفعل المستطاع له لكن ما تمكن فكتب كما لو قتل، وذلك قال القاتل والمقتول في النار. أما في من قتل دون نفسه دون ماله فهو شهيد ودون أهله فهو شهيد، فهذا يدفع عن نفسه، فإذا وقع عليه القتل عند ذلك فهو شهيد، فهو ليس حريصا على قتل صاحبه، هو حريص على صيانة ماله، حريص على صيانة عرضه، حريص على صيانة دمه.
وليس على قتل صاحبه. لكن إذا لم يكن هذا متحققا إلا بأن يدفع بالقتال وقتل صاحب قتل الصائل المعتدي فلا شيء عليه في ذلك ولا يدخل في هذا الحديث. السؤال الثاني يقول: لماذا لم نسمع كثيرا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء؟ يعني هو جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم شيئا من خير الدنيا ومن خير الآخرة. فأنس جاءت أمه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقالت: يا رسول الله، هذا خادمك أنيس، فادع الله له، فدع الله له أن يطيل عمره وأن يكثر ماله. فكان كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم طال عمره ومات وله 100 من الولد رضي الله تعالى عنه. وعكاشة بن محصن دعا الله عز وجل أما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: أنت منهم. هذا واقع، لكن هو إذا كان يقول لماذا لم يسأل النبي أن يدعو لهم أن يبسط في أرزاقهم وأن يوسع عليهم في دنياهم وما إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، آثر الآخرة على الدنيا، فلم يكن يدعو بالتوسع في المال ومتع الدنيا لما يصاحب ذلك ويرافقه في الغالب من الغفلة. ولهذا قال: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا. فكيف يدعو عليهم بما يكون سبب للافتتان؟ فلذلك لم يسألوه ولم يدعو لهم بفتح الدنيا، بمعنى أن يكونوا على يعني على سعة من المال على نحو يحصل بينهم ما خشيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: إذا دخل أهل الجنة هل يرون الذين ظلموهم في الدنيا ومثلا أخذوا حقوقهم لتقرى عيونهم ويذهب ما في قلوبهم من غيظ؟ نعم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله: إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وهذا خبر عن رجلين، من أحدهما دخل الجنة وأحدهما دخل النار، فاطلع الذي في الجنة على الذي في النار وقالت الله: حلف بالله إن كدت لتردين، قربت أن توقعني في الردى، وذلك لما كان يزينه له من الشر والفساد. وهذا نوع من الظلم، بل هو أعظم الظلم، وهو دعوة الناس إلى الباطل والشر والفساد، هذا أعظم من انتهاك أموالهم وانتهاك أعراضهم ودمائهم، لأن إفساد الدين أعظم أوجه الإفساد، في مراتب الإفساد أعظم إفساد يوجه للإنسان هو أن تفسد دينه، فهو أعظم من أن تفسد ماله أو أن تفسد أو أن تنال عرضه أو ما إلى ذلك مما يتناول مما يحصل به الاعتداء على الناس. فالله عز وجل ذكر ذلك عن أهل النار وعن أهل الجنة وأهل النار، وأنهم يرون أهل النار في العذاب، سواء كان على وجه الإجمال ليعرفوا نعمة الله عليهم أو على وجه الخصوص. وثمة محادثة بين أهل النار وأهل الجنة، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف وقصة عن: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. فهذا نوع من الاستعطاف وطلب العطاء، وما رزقهم قال: إن الله حرمهم على الكافرين. فهذا بيان لأن أهل الجنة يطلعون على أهل النار، وأهل النار يعرفون ما عند أهل الجنة من نعيم، وذاك زيادة في تنعيم أهل الجنة أن الله نجاهم ووقاهم وشفى صدورهم من خصومهم وأعدائهم، وزيادة عذاب لأهل النار أن رأوا من كانوا يصفونهم في الدنيا بالسوء والشر، كما قالت: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. فيرون يوم القيامة أهل النار يرون أهل الجنة ويعذبون بذلك، لأنهم كانوا يتهكمون بهم ويضحكون عليهم ويسخرون منهم وما إلى ذلك مما ذكره الله في كتابه.